اتحاد الجزائر يحقق أول لقب قاري في تاريخها عن جدارة واستحقاق وبعد انتظار طويل. إنجاز رسمه أرمادة من اللاعبين بقيادة الكوتش بن شيخة، وخلفهم جماهير عاشقة للونين الأحمر والأسود. التاريخ كتب من ملعب 5 جويلية الشاهد على أهم إنجازات الكرة الجزائرية، وهذه المرة الدور على الاتحاد الذي حقق حلم جماهيره بتاج قاري طال انتظارها، خاصة وأن الفريق وصل لنهائي رابطة الأبطال قبل 8 سنوات وعجز عن التتويج آنذاك. فضل يرجع لهذا الببليك، واش نقول لكم؟ أبالك هما اللي هذيك الوقفة ديالهم هذيك هي اللي خلتنا حيين، خلتنا ما نطلقوش يدينا. يسالوا كل خير، هذا اللقب عندهم بزاف وما يستناو فيه. نقولوا الحمد لله اليوم يا ربي اللي هذا اللقب دخل الخزينة تاع اتحاد العاصمة، ما ان شاء الله عقوبة الألقاب أخرى ان شاء الله. الحمد لله اللي تحصلنا على النجمة هذه، خاصة هي بالنسبة لي 20 سنة وانا نخدم عليها، والله تحصلت على كؤوس مع الفريق تاعي اتحاد العاصمة وبطولات. تتويج جاء بعد عمل كبير وإصرار على التألق قاريا من لاعبين أثبتوا حقيتهم بحمل قميص الفريق وبخبرة الكوتش بن شيخة، وعمل كبير من إدارة النادي دون نسيان كل من ساهم في هذا الإنجاز لتعيش شوارع العاصمة ليلة بيضاء زينت بالأحمر والأسود احتفالا بالإنجاز المحقق. اخويا مبروك علينا، ولا قبا ان شاء الله نزيدو ندو بزاف هكا ان شاء الله. الحمد لله يا ربي، هذا كلش من ثقه تاع ربي سبحانه ديناها، والحمد لله يا ربي. يا خويا ما شاء الله، انا فرحانين يا خويا، حنا كمناصرين تاع شبيبه العاصمه رانا فرحانين، وان شاء الله بربح علينا. مبروك علينا الياسمة، وان شاء الله نزيدو نعودو مره واحده اخرى نجيبوها، وفيف الياسمة. الله يبارك، ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك علينا. الحمد لله كيدينا نجمه، يا الحمد لله يا صحتنا يا ودي. تحيا مولودي، وحنا خاوه. اتحاد العاصمه رفع علم الجزائر عاليا، وبسط نفسه سيدا على القاره السمراء في منافسه كاس الكونفدراليه الافريقيه في انتظار المزيد.